زوجة يوسف الشريف تظهر في الحلقة الثالثة من مسلسل كوفيت 25. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى أنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ظهرت المؤلفة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ضيفة شرف في الحلقة الثالثة من مسلسل كوفيت 25، وظهرت إنجي علاء في دور مضيفة الطيران، وظهرت في مشهدين مع يوسف الشريف. في المشهد الأول وهي تقف وسط الطيارة بتقول إرشادات وتعليمات للركاب اللي هم في الطيارة، وكانت واقفة جنب يوسف الشريف في المشهد. قطعها يوسف الشريف في الكلام وقال للركاب كل واحد يغطي عينه علشان في فيروس بينتقل عن طريق العين. في المشهد التاني أصاب واحد من الركاب بالفيروس، فراحت له المضيفة اللي هي إنجي علاء، فوقفها يوسف الشريف قبل ما تروح له وتبص في عينه علشان ما تتصابش هي كمان. ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.